الحقيقة هو بيتكلم عن تهذيب سلوكياتنا، تهذيب ان احنا استيرادنا. انا قلقانه انه ارجع تاني اشوف المشهد بتاع السوبر ماركتس، الناس في قبل رمضان بيوم او قبل رمضان باسبوع ماشيه بالتروليز قد كده وكلها بضايع وكلها سلع. يا جماعه رمضان ده شهر الصيام مش شهر الاستهلاك والاكل، ارجوكم نفكر بهذا الشكل. حتى لو عملنا عزايم لازم نفكر بهذا الشكل، احنا لم يعد لدينا القدرة. خلونا نعيش على قدنا، نعيش على البلد دي محتاجة تعيش على قدها. مشكلتها ان احنا بنعيش اكتر من احتياجاتنا، ونقول لك معلش نخلف اكتر من اللي نقدر نخلف عليهم، نخلف بالثلاث واربع عيال ونقول معلش اصل كل عيل برزقه. نتكلم على رمضان ونعمل سفرة ونعزم الناس قد كده ونقول معلش ما هو رمضان يحب اللمة. نيجي بقى للعمرة، العمرة اللي يعني أنا مع الحج لأنه الحج في النهاية هذه هي الفريضة، لكن أنا بتكلم هنا على شعيرة ولازم نعرف في الحياة أولوياتنا عاملة إزاي.